ايه ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم سليم من قناة سليم جيمنج. النهاردة يا شباب هنلعب لعبة فورتنايت، وطبعا للي ما يعرفنيش، اغلبكم طبعا ما يعرفنيش، انا سليم سليم جيمنج. طبعا انا ما كنت منزل طول الفترة اللي فاتت دي بسبب ايه؟ انا كان عندي ظروف مكسل يا جماعة، ما عادش يقول السر ده لحد، انا فعلا كنت مكسل طول الفترة اللي فاتت، وكنت مقصر جدا في حق القناة يعني. وفعلا نشكر علي ان فضيلة الشكر طبعا ان هو كان شايل القناة طول الوقت ده، طبعا يعني نشكره فعلا يعني. وطبعا يا شباب انا فعلا سليم يعني، انا رجعت للقناه بقى، خلاص بقى هنرجع عوده سليم بقى. سليم راجع من النهارده، وطبعا في فيديو يا شباب بكره هينزل، لو انتوا عايزين لعبه معينه مثلا زي جي تي اي، ريد ديد ريديمشن، فانا طبعا هنزل لكم كل الالعاب دي، واللي حابب يضيفني اسمي هسيبه في الديسكريبشن، للي حابب يخش يلعب معايا فورتنايت وكده، انا هلعب مع كل الناس. يلا بينا، نوطي بس صوت اللعبة يا جماعة والنبي، بس عشان انا ما يعني مش هينفع الصوت ده كده، عشان الصوت عالي صراحة مش حلو كده. طبعا يا جماعة انا اصلا اغلب متاتي بتبقى بسبب اللاك، طبعا ده وش يعني، ده وش فعلا. انا بنزل بموت بسبب بلاك، يقلب 200 بينج، 200 بينج، 300، الواحد قاعد بيتقرف والله. نت مصر ده جميل طبعا يعني حاجة تشرف. اوكي طبعا يا جماعه، انا بالنسبه للعبي فورتنايت فانا معتبرش نوب، ولا ما اقدرش اقول على نفسي نوب، ولا اقدر اقول على نفسي محترف يعني، فاهم يعني ايه؟ وبرده البينج هو اللي بيوديني في داهيه برده يعني. نت مصر، نت مصر، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنخش جيم. طبعا يا شباب ما تنسوش بقى توصلوا الفيديو ده طبعا 30 لايك. يلا تحدي، تحدي لو راجل حط لايك. انا لسه 5 ليفلات اصلا، مش واجيب السكن ده، انا ليفل 95 بصراحة، سكن فاجر بصراحة. طبعا عشان ما حدش ينسى يحط لايك وسبسكرايب طبعا قبل بداية اسمه ايه ده، قبل ما تخلص الفيديو، لان فعلا اللايك بيفرق معانا جدا يا شباب. يلا بينا ننزل سولتي، انا بحب المكان ده بصراحة. يلا بينا. طبعا يا شباب سوريا فعلا على جودة المايك، انا عارف انها الجودة زي الزفت، بس استحملوني يا شباب. بس سيم بقى راجع بقى يا ماما، انا نفلك له بقى. الله البنج حلو قوي. بص بص هنزل طبعا، هموت طبعا نحس التصوير بقى يعني. بص في كام واحد نازل معايا، يا نهار اسود يا جدعان، يعني هو المكان صغير اصلا يا جدعان، هو كل ده بينزل على 2 4 6، كل ده عشان 6 بيوت؟ لا يا جدعان بتهزروا، كل ده عشان ننزل نلاوي 6 بيوت اللي هو مش هيطلع فيهم حاجة اساسا. بس تلاقي بس انا كده في التمام، انا كده في الامان. الراجل تطلع لي بقى معايا ميني زو تاكتيكال، فخلاص الدنيا حلوة يعني. هو معاه سلاح، طب ده غالبا بوت ولا حقيقي؟ ده دي مش طريقة لعبة واحد حقيقي الصراحة يعني. صراحة البوت دي اضافة زي الزفت بصراحة، مش بتحسسك كده باللعب نضيف كده. يا جماعة أنا عايز أسولت رايفل يا جماعة، في حد تاني؟ هو غالبا طلع فوق، ماشي يلا. طبعا الجلد بقى، ما احنا راجعين بقى طبعا، سليم رجع للقناة فيجلد. ده حقيقي ده، لا يا شباب مع اللي حفل علينا ده، لا والله حرام. نخش جيم تاني، نخش جيم تاني. طبعا هنحط ريدي اب سكني سيزون 2 اللي هو اللي اسمه الريبر ده تقريبا، بس والله حرام الجيم ده. والله حفل عليا والله،
بص اللي داخل يلاود ده كمان. تقاتل تلاتة يا عم، والله انا ما بحبش الثيرد بارتي دي، بتبقى دي بتبقى حاجة خارة كده. يلا نخش جيم تاني، نخش جيم تاني. طبعا جماعة بعد التحديث الجديد مش عارف اللودينج سكرين بتطول قوي كده، ما مش عارف ليه بتبقى حاجة خارق قوي. اقعد كده بتاع، ممكن اقعد كده بتاع دقيقة بحالها يعني. اوكي ادينا مستنيين. اه والله بقعد كده كتير يعني، ما مش فاهم ليه بعد التحديث الجديد اللي هو بتاع السيزون اللي هو ده، اللي هو سيزون 2 شابتر 1 ده. اهو يا جدعان والله انا مش فاهم ايه ده. انا بص دخلت متأخر شوية يعني، كل دول دخلوا قبل، كل دول معاهم واسطة يعني. مش انت لوحدك اللي بترقص على فكرة. كيدي 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 انا الوقت دي مسخرة يا ربنا. ننزل فين؟ انا عايز مكان كده يكون جميل كده يعني. هننزل فين يا رب؟ تعالوا صورتي تاني، مش عارف، خدينا صورتي تاني. يلا بينا هننزل سولت تاني ولا ننزل ريسكي اللي هي المكان ده؟ والله سولتي ما هو بصراحة ريسكي هنطول. ماشي يلا ريسكي، انا بحب المكان ده صراحة. ما انا ليا طبعا 10 15 نازلين معايا. ما هو ما هو خرا، هو سليم ايه، هو يعرفوا سليم جاي وبيصور؟ اه طبعا طبعا لازم نقرفه في حياته. والجيم اللي فات والله ضاع بسبب عيل معفن ما عملش اي حاجة في الجيم. طب يا جدعان كل ده، يا جدعان كل ده ريسكي، تعملوا ايه كل ده في ريسكي يعني؟ المفروض ده هيسترني يعني، يا عيني ده صدم. طب انا مش هينفع اتحرك من هنا خالص يعني، بس ماتيريالز بس. هو في واحد على البتاعة الكبيرة دي؟ ايوه ايوه انت كده انسان جميل، تعالى بقى بس كده. ايه ده، ايه ده، مين اللي بيضرب؟ اه دي البوتات بتوعه دول ولا ده واحد تاني؟ لا ده سكنات بوت تاني. انا عايز اعرف فين الحقيقي. اهو الحقيقي اهو، تعالى انت وان شوت. يخرب عقلك معاك سكار وجبته منين ده؟ ايوه كده تعالى. تكتيكال ايه يا جدعان اللوت ده؟ مكان ريسكي ده والله، انا بحب المكان ده. انا بس نبلع بس والله مش عارف اخليني في المينيز. لا مش هتكفي يعني، خليني في الاتنين بيك شيلد. انا بقول كده يعني عشان نخلي المينيز نبقى لو احنا في فايت نبقى ناخدها يعني. طب نشرب بقى. لا مش سكار، سكار مرة واحدة اللي فتيرة ده. والله حاجة حلوة يعني، مش عارف جابه منين ده، مش شايف ده بقى معاه. طيب في ايه بقى؟ احنا ما حاسس ان في لود تاني غير كده. اه طبعا اس ام جي من الحاجات المهمة جدا برضو. طلق. طيب بإذن الله بقى الجيم ده خلاص بقى يعني نعدي فيه. بص يا جماعة، انا لو حطيت التوب 10 انا كده هبقى، ما كنت طالع من الجيم مبسوط. والله ساعتها بقى كنت، والله ساعتها بقى ببدل السكار بس بالاسولت العادي، مش متعود ابقى معايا سكار وكده يعني، مش بيطلع كتير يعني الا في اخر الجيم، لكن في اول الجيم يكون معاك سكار دي بتبقى حاجة معجزة يعني. ما اعتقد المكان ده كله مش مشفوط. ماما طبعا انا جاي الوت ايه بس، بس انا اللوت كله معايا يعني. في حد تاني اظن صح؟ طيب احنا كده معانا لوت كويس جدا واحنا في اول الجيم يعني، دي حاجة كويسة. فين تحت السمك اللي هي كانت عمالة تعمل صوت دي؟ فين دي؟ ايوه
فلوبر ولا ميدكت؟ مش عارف، بس ال يعني خليني في الميدكت، خليني في الميدكت، مع اني عارف ان في كتير هتقولي فلوبر، بس انا ما مش عارف. لو اقول لك هاتها، مش عارف، حاسس كده ان ممكن تنفعني لو انا في فايت وكده، ممكن تنفعني يعني. طيب ماتيريالز اهم حاجة. عارف اخدها واخد التانية. طيب يا جدعان، ما انا هتشل كده. طب هاخدها، هاخدها والله. ايه خلاص، هاخدها هاخدها التانية اللي هناك. والله بص يا جماعة، ريسكي دي. بص اللاج، بص اللاج. اشتغلنا بقى. ايه ده، ايه ده، في حد ضرب، في حد ضرب وانا عندي لاج يا جدعان. لاج رو اهو اهو اهو. ما انا استحالة اضربه بالبينج ده. طب بصوا يا جدعان، انا ايه، انا معايا، ممكن ابني معايا، بس انا عايز افاجئه يعني. انا من الناس اللي بتحب عارف انت المفاجأة دي، هي مفاجأة مش كده؟ اي انا بحب النوعية من الجيم دي. ليه هو مش عارف اتحرك؟ الواد هيشوفني. الالو، وفي طيارة جاية. يا نهار اسود، ما اظنش دي هتشوفني يعني. فين الراجل اللي كان بيكسر؟ وانا مش خايف منه عشان انا مقرفص كده يا جماعة. لا بالعكس، انا بس عايز افاجئه يعني. انا ما نخافش من حد، ستيم جيمنج موجود، اخاف من مين؟ راح فين ده؟ طب يا جماعة، نصيحة مني ليكو، اوعى تكسر الشجرة الكبيرة دي على اخر، ان دي لما بتقع هتعمل فضيحة يعني، فما بلاش. نصيحة مني ليكو طبعا، لو اي حد بيلعب فورتنايت هنا. مش كان في حد هنا ولا انا بيتهيألي؟ هو ده الشيست الدهبي ولا انا بيتهيألي؟ عشان حاسس ان ده الشيست الدهبي ولا ايه؟ ما ولا كأني اتكلمت. ما هو اللي بنى السلماية دي، هو راح فين؟ هو راح فين يا جدعان؟ هو ماشي. مش حاسه في البوشاية اللي كانت قدامي دي، مش عارف. تعال نمشي. اهو اهو اللاج اهو، عشان ما حدش يقول انت بتقول حاجات غلط اهو. ها يلا بقى عزون. طيب احنا كده رايحين فرينزي، واتوقع برضه ان كان فيها ناس. اذا كان كل، اذا كان كان فيه اربعة والخامس اهو كان في ريسك يعني، اكيد في فرينزي يعني. يلا بينا، بسم الله. فرينزي دي برضو من الاماكن اللي انا بحبها جدا يعني، بيطلع فيها لوت كويس. زوم النط بس عشان ايه، ما نتغفلش سنايبر يعني، بلاش المشية المستقيمة دي. ماشي. وبالنسبة للبنا، فكان في ايه، كان في فيلم اكشن بيتصور هنا يعني. غلط اللي انا بعمله ان انا ماشي في نص المكان كده، او من كتر النط ما تعب ما عرفش يكملها يعني. حراج والله، انا بتحرج وانا بصور، والله ما ينفع كده. مش عارف هما ليه بيحطوا عربية روبوت في جيم سولو يعني، عامل بيها ايه دي؟ طب انا اللي هيموت، انا لو مت دلوقتي اللي هيموتني هيطلع بشوية لوت. ده بإذن الله مموتش طبعا واكسب الجيم. في طيارة اهي، مش عارف خدها ولا لأ. تعال خدها، روح بيها الزون، لأن الزون الجاية هتبقى بعيدة شوية. الغريب ان محدش خدها يعني. يلا بينا عليها. الله يكون في ناس واقفة كامبينج عليها، بس في ساعات ناس تبقى مثلا واقفة على الدروب كده.
اقسم بالله فكرت واحد حقيقي طلع اللي هو الروبوت ده، الهنش مان ده. تصدق بقى انا هنزل لك عشان تقليل ادب يعني، انا اشوفه تضرب على ستيم جيمنج مره واحده، انت فين يا راجل؟ هبيدي هبيدي يا نيتن، انا عندي لاج، انا عندي لاج. انا عندي لاج وده عيل هبيد اللي بيعمله ده هبد. مش معايا ماتيريال، انا لبست حاول اطلع وراه هنا. الله يخرب بيتك، هيفجرني بالبتاع الخرا الار بي جي ده يا عم. انا نازل خالص يا عم، ما مش معايا مواردي خلصت. ما تنزل يا عم، مالك فيه ايه؟ يلا يا نوب يا نوب، ما بص معاه لوت ازاي ومش عارف يقتلني. في حاجة تاني، في حاجة تاني. لا بقى الايه من الخرا ده، وانا مش بنط معاه، فهنخش جيم تاني يا جماعة. وانا ما بنيتش ليه؟ وانا مش عارف تيجي فيه ولا طلقة يا عم، ايه الخرا ده؟ نخش جيم تاني يا جماعة. الجيم الجاي بقى هننزل في منطقة فيها ناس كتير، يلا بينا بإذن الله بقى الجيم ده بجد بجد. يلا ده انا نفسي اكسب جيم يا جدعان، في ام الجيم اللي عمر ما. يلا تمام يا جماعة، بإذن الله انا وعلي هنبقى نلعب فورتنايت مع بعض، بس هو اسمه ايه ده مش بيرضى يلعب، معرفش ليه. تحبش فورت انت يا عادي، انت تلعب بابجي يا عدو يا عدو فورت. ودي بتاعت راس سيزون فور، دي راس سيزون فور تقريبا، هي بتاعت سيزون فور. ما هي كمان الراس دي من سيزون فور، بس هي بتتجاب من التوقف. ايه ده؟ يلا ليفي يلا. طب انا مش بيفرق معايا المكان بصراحة، انا بيفرق معايا اللوت يعني، ما مش مهم انزل في اي حتة، ان شاء الله ننزل على الحتة اللي ورا خالص بس ما يكون فيها لوت يعني. يعني انا عندي مثلا سولتي زي بليزنت زي كراجي، يعني كلهم نفس الحاجة، بس يعني انا بنزل على حسب اللوت يعني. طبعا ايجنسي وزاريج وشارك ويخت وجروتو، طبعا الحاجات دي كلها انا بح يعني انا بحب الحاجات دي بصراحة يعني، بيطلع فيها لوت حلو. بس انا ما بنزلش الاماكن دي لو انا بلعب جيم سولو يعني، لو معايا حد هنزل يعني، عشان بتبقى الدنيا بيبقى فيها تحفيل كتير يعني. هو الواد ده نازل على اني تشيست، سكار عندي لاج. لا لا يا جدعان والله حرام، معايا افكار. هو ده معاه مين يز؟ لا يا جدعان حرام بقى اللاج ده، انا مت انا مت طبعا، ما عندي لاج يا جدعان. خلاص يا جماعة احنا كده خلاص، انا هوقف بقى عشان بصراحة تعبت من اللاج. طبعا يا جماعة احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش بقى تحط لايك وسبسكرايب، تعمل شير للمقطع في اي حتة عشان عايزين نوصل 2000 مشترك يا جماعة. ويلا سلام.